المدرب كاروف والأزمة المالية التي يعاني منها شباب عين فكرون، كلها أمور تؤثر على أداء الفريق الذي وصل ملعب 20 أوت متأخرا، وحتى رئيس الفريق يلمح إلى مغادرة السلاحف. رغم يعني التدريبات المتأخرة للفريق اللي ما تدربوش تقريبا 10 أيام، روبرينو عندهم 3 جرم اللي دخلوا التدريبات، مع يعني نشكروا رئيس البلدية اللي دار وقفة يعني كبيرة ومد اللاعبين أجرة شهرية البارح الصباح. كنت غايب على الفريق تقريبا شهر، والجمعة الجاية نزيد نسافر نغيب تقريبا شهر ونص ولا شهرين. أنا ماذا بي يعني المساهمين في الفريق، وكاين يعني الناس اللي حابين يدخلوا في هذاك شركة إفكار سبور، يعني فتحنا رأس المال باش الناس اللي قاعدين يتكلموا يقول لك حابين ترأسوا الفريق، الأبواب مفتوحة لكل الناس اللي حاب يترأس يتفضل. لقاء الجريحين كان ب6 نقاط، ورائد القبة استثمر جيدا في وضعية الشباب الذي تلقى الهزيمة 8 له هذا الموسم. الشوط الأول سيطر من خلاله الرائد وضيع فرصا قبل أن يأتي الهدف الوحيد في المواجهة برجل البديل بن عياش بعد تمريرة دقيقة من القائد مترف. المرحلة الثانية كانت الأحسن رغم غياب الأهداف، فتحسن الأداء وكان بالإمكان رؤية أهداف ومن الطرفين. لاعب شباب عين فكرون خانتهم اللياقة البدنية، ورائد القبة أضاف نقاط أخرى إلى رصيده تجعله ينطلق جيدا عند مرحلة الإياب، وفوز رابع له منذ بداية الموسم، ويبقى عمل كبير ينتظر المدرب الجديد لعين فكرون سفيان نشمة. أظن أنه لاعبين اللي عندهم اون غروند فولونتي دو ريوسير، هذا الشيء اللي التمسته. ونظن حنا رانا في اول مباراه في مرحله العوده، مازال الوقت باش نديروا لي ريغلاج نيسيسير. وانا لا بروف سي كو اي متتبع يشوف باللي بعد 3 حصص تدريبيه وتجي ويعني تلعب مباراه رسميه في هذه الاجواء، و نظن انه كل اللاعبين مشكورين على الشهاده. راح يكون لنا دعم معنوي، كيحضر الانصار، كان يحضر الانصار، راح يساعد باش يحضر الانصار، ويكون ثاني عندنا ملعب وندرب ونكونوا ستابل ثاني. ان شاء الله احنا نسيو نديروا نروحوا ايطاب باريطاب باش نحققوا البلوز امبورتون اللي هو البقاء ان شاء الله.